ضيعت العائلة تاعي، ضيعت داري بسببها هي. كنت متزوج انت؟ نعم. احكي لنا واش صرالك يا خي. كنت متزوجة قبل وطلقت بعد 10 سنوات، وجيت صارت لي 3 سنوات هذيا، وجيت ضيعت، خسرت والدي، خسرت من. ما ظلموكش النساء، انت اللي ظلمت روحك. انا ظلمت. انا اللي ظلمت. والدولة ما ظلمتكش كي دخلتك الحبس؟ انا درت خلصت. تبيع خالد حكمك تبيع؟ كنت نبيع. كنت تستهلك وتبيع؟ كنت نستهلك ياسر ونبيع. كنت نبيع المخدرات، حكموني، دخلوا لي حكموني، خلصت، دخلت السجن، خلصت، وما زلت نخلص، جددني غرامات، جددني من مدابي، زيني ما خلاص انا خلصت عمري السجن، جيت خلصت غرامات، وانا ما عنديش ما نخدم ما والو. والادويه تاعي ياسر بهيضه، بصوار بهيضه، كل ما جاوش المحسنين يعاونوني، كاين ناس يعاونوني من ومن، كيما الطبيبه تاعي مسكينه، بارك الله فيها، كاين الناس كيما هلال احمر، وحنا ندير الدواء من تم الهلال الاحمر. سما خالد درك انت قلت لي عانيتي، مرضت. نعم. ومرضت نفسيا ومرضت حتى جسديا. جسديا، نفسيا وجسديا.